بعد أشهر من الانتظار فتحت مكاتب البريد أبوابها. هنا يتسلمون الرواتب. صفوف طويلة تنتظر منذ الصباح للحصول على راتب شهر قبل العيد، لكن الأعداد التي تأتي إلى مكتب البريد هذا تفوق قدرته بكثير. التربية حوالي 800-900 نفر، والمتقاعدين 3000 مدني، المدني 3000، والجيش حوالي 1000، والداخلية 500-600 الحدود. هذا هو مكان عدن بس. الجميع ينتظر. المحظوظون الذين وجدوا أسماءهم في الجهاز حصلوا على رواتب يعرفون سلفا أين ستصرف. طبعا أمور العيد، يعني متطلبات العيد أشياء كثيرة. تبقى الأضاحي من تقاليد العيد الأساسية. الحركة في السوق الذي عادة ما يعج بالناس بطيئة جدا هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار. بس الشكام ما في الشغل، ما فيش طول ما فيش. الناس هنا حالتهم حالة، ونحن نشتي نقضي العيد. هو عيد يأتي بالسنة مرة واحدة، ونتمنى أنه الدولة أو الشرعية تلتفت إلينا. على الرغم من صعوبة الأوضاع في عدن، غير أنها مستقرة مقارنة بغيرها من المحافظات، فالأفق هنا مفتوح على أيام يتمنى اليمنيون أن تكون أفضل. يحل العيد على اليمن، وأهالي عدن يحاولون أن ينفضوا عن مدينتهم غبار الحرب ويهيئون لأن يعيدوا للعيد فرحة هجرتهم منذ مدة. شادي شليلة، سكاي نيوز عربية، عدن.